انت ابن ناس كتير. قلبي دخل ينعش ونبضه بقى 30 ميت يا ريت عاش من جرح الخيني. يا با ما تسألني لما اسد الدنيا لهجة دنيا بشي وحال. طب الصفازة طب الصفازة اديك رصاصة من طلقة واحدة اكسرك في صنع سيدي جاي رزيني فوق يا خيبتة عورك. حكي جمع لي بدمع كل يوم حزين الحكاية في المراية مش عارف مين. قلبي ماله ايه جرال وبشكي من سنين مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي. انا شايفك تعبان مخنوق علي يعني انت اللي سفينة. اه والله سفينة اطلب عيني هنديلها بنتي بدنا مصدوم في جسم انا عوار انا بالجرح مكتوم مش قادر اتصور في الدنيا على جدعان تايبه تدور ما لقيتش فيك. ما بقاش عاجبك فين بالكرش ده؟ اشفوتي 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 على طول. وبعدين حقوقي الزوجية يا هانم مش بتديها لي ليه؟ كل ما اقرب منك معلش اصل عندي ظروف معلش اصل هصح العيال بدري معلش اصل حواجبي ورمت. حواجبي ورمت ايه؟ علاقة الحواجب بالحاجات؟ اتلكك 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 عشان ما تعزلش صح؟ عشان تقعد تعكس في الستات في الطلقة والنازلة صح؟ صح؟ ايه يا هبلة انت؟ انا مش فاهمة يا اخي ما كل الرجالة مبسوطة مع مراتاتها صح؟ حلوة النقطة دي لايكي. وتبقى انت نجم الكفة ابوسك بشفة وشفة في حضنك انا مودفة حبيبك لا تقيم توقفة وجالك بمظهر تاني بشوف شايفك مع اني بشوف نبض قلبي خلاص وقف الاحساس اصله يا متخان من اعز الناس مش هخاف على غيري